لاعب القوة الجوية صفا هادي يتحدث عن لقطة علاء عباس بالبكاء بعد تسجيله هدف الفوز في هذه المباراة. جينا من مباراة تعادلنا بها أمام البغداد، أكيد كل مباراة مطالبين إحنا بالفوز وكسب 3 نقاط العلامة الكاملة، الحمد لله والشكر. أشوف الفريق اليوم كسب 3 نقاط أهم من الأداء. عندنا مباريات القادمة مباراة صعبة، كل مباراة هي 3 نقاط. أتمنى أن نواصل الانتصارات من أجل أن نروح مركز ثاني. كان في لقطة غريبة بعد تسجيل الهدف الثالث للاعب علاء عباس، شاهدنا اللاعب يبكي، شنو السبب؟ طبعا حجم الضغوطات اللي مر بها يعني حجم صراحة يعني كبيرة ولدت هاي الضغوطات. أكيد هو من سجل هدف يعني كان أنه جواب له أنه يكون بداخل الملعب. أنا فرحان له كلش هو يعني أنه يوم سجل وقدر يرد على كل من ينتقد علاء. أتمنى أنه يواصل لأن هو مهاجم والمهاجم مطلوب منه أنه يسجل. أتمنى يواصل الأهداف بالمباراة الجاية.